بعد استشهاد طبعا استشهد وعدي قصي الله يرحمه مصطفى، هو كان باستضافه عبد الملك ابو مروان كان هناك. فالخبر من اجا بالبيت بيت حجي ضامن وعبد الملك، ونقل الخبر اخوي العقيد خليل. نقلوا له الخبر، طبعا هو يريد يتغدى، ايش كان الغداء مجهزي له اياه. فخليل قال لعبد الملك بانه الولد استشهدوا، فعبد الملك بدا يريد يقولها، ففعلا قالها قبل ان يتغدى الرئيس، قبل ان يمد يده على الاكل قال له عود الولد استشهدوا. ايه، فحتى صار بها لوم بانه خلوه يتغدى وقول له لورا الغداء ليش يعني. المهم فقال منو؟ قال له عدي. قال عافيه. والنوب قالوا له قصي. قال عافيه. وقالوا له مصطفى حفيدك فقال عافيه. فانتهى الموضوع، ما وكان يعني معنوياته عاليه، لاني ما كنت موجود، ولكن اخوي خليل من رجع علي مباشره من يمه نقل لي القصه بالكامل. قال من نقلنا له الخبر قال عافية 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 على ثلاثتهم. بس ما تغدى. ها؟ ما تغدى. يعني كان بيها لوم بأنه ليش ما عبد الملك ليش ما خلاه يتغدى؟ يلا قال له نعم. يعني ليش؟ نعم. ويا ما يريد يتغدى قال له هيش الخبر بهالطريقة هاي. إيه فصارت هيش. هو بعدين هو قبل أن يستشهد تمت عملية الاستشهاد صار لقاء بينه وبين عدي وقصي. وين؟ مزرعة قيس النامق. كان لقاء بالمزرعة، من كان يروح على عبد الملك ويرجع على قيس النامق، كان يعني بداية شهر بهالطريقة هاي التنقل. إذا معناها تقريبا أكثر الأماكن اللي كان يتردد عليها بس المكانين. هو المكانين. المكانين بالبداية، ولكن الاستقرار الطويل بقى يم قيس. بس بداية الشهر الأول هو كان بين قيس وعبد الملك. فكان لقاء وهو بعث عليهم حتى يشوفهم ويقول لهم افترقوا. يعني من بعد لا تبقون سوية. هو المقصود بأنه مندز عليهم يريد يشوفهم هم حتى يشوفهم وحتى يقول لهم افترقوا لا تبقون سوية. الرئيس التقى بأولاده بعث عليهم كان يريد يقول لهم أنه ما ريدكم تبقون سوية انفصلوا. نعم. جرى هذا اللقاء. نعم نعم تم هذا اللقاء بمزرعة قيس النامق، ولكن من انتهى اللقاء وراحوا نسى أن يقول لهم افترقوا. بعد ما راحوا صفى قيد بيت قال أنا أصلا داز عليهم تقول لهم افترقوا، فليش نسيت يعني راحت من بالي. فسبحان الله راحت من بالي بأنه يوصيهم أن يفترقون كل واحد إلى جهة. انتهى اللقاء على هذا الاساس. وبقى يلومهم يعني يقول انا داز عليهم ليش يعني ليش نسيت. سبحان الله صارت من الاتجاه. نعم.